أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة البحر الأحمر تبلغ 112 مليون جنيه. هذا وقد أعلن وزير التنمية المحلية عن تسلم المحافظة للمدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى علم بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.